السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل إخواتي متابعين قناة المزرعة البيتي من داخل مصر وخارجها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اذكروا الله يا جماعة الخير. طبعا العرض ده احنا شفناه مع بعض في الفيديو اللي فات، والعرض ده مقدم من أستاذ محمد الجزار من حلوان، وأنا حبيت إن أنا أعيد لكم الفيديو تاني بفيديو جديد للخرفان ديت، عشان اللي ما كانش واخد باله من الخرفان قوي او الفيديو ما كانش واضح، فاحنا نقول ان احنا نعيده يعني افضل. الخرفان اللي قدام حضراتكم ديت يا جماعة عبارة عن خرفان بلدي، الاوزان بتبدأ من 55 كيلو حتى 65 كيلو، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا العلف علف المزرعة البيت يا جماعة، يعني كأنكم جايين تشتروا مني. استاذ محمد الجزار احد متابعي ومشاهدي قناه المزرعه البيتي، ما كانش بيعمل حاجه غير لما بيرجع لي. هتلاقوا عنده خلطات العلف، نفس الخلطات اللي انا كنت بعملها، نفس الاكل الخرفان عندي بتاكله، نفس الاكل الخرفان عنده هو برضه بتاكله. وسعر الكيلو قايم عند استاذ محمد عامل 67 جنيه. للاستفسار عن العرض يا جماعه الاتصال باستاذ محمد 03-1-64-98-22-3 03-1-64-98-22-3. وربنا ان شاء الله يبارك للبائع والمشتري، واشوفه ان شاء الله حضراتكم على خير في عرض جديد على قناة المزرعة البيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.